وعد اف ام مش بس كلام. صباح الخير مستمعين اذاعه وعد، انا الدكتور خالد شفره، طبيب رئيس قسم سابق في مستشفى الجامعه فرحه حشيد سوسه، مختص في الطب الاستعجالي. اليوم باش نحكيو على شويه مواضيع. الموضوع الأول يخص استعمال أدوية بدون استشارة الطبيب، وهذه هي مشكلة كبيرة في البلدان العربية منهم تونس. سكون أبل أوتو ميديكاسيون، ستدير إنسان يداوي نفسه بنفسه، تمثل خطر كبير على الصحة، لخاطر الدويات كلهم هما مجموعة عقاقر ومجموعة برودوي شيميك وكيميائية فيها برشة مخاطر على الصحة. ماذا بينا الشيء هذا نتفدهوه، خاطر تو في أوروبا ممنوع استعمال أي دواء تمشي للصيدلية في أوروبا، مستحيل كان الصيدلية يعطيك أي نوع تاع دواء، قولك جيب لي ورقة التبني. هذا معناها حاجة مهمة جدا، خاطر وقعت برشة كوارث من النواحي هذه. ماذا بينا الحكاية هذه نتفدهوها. فما بعض أدوية نجم نستعملوها، مثلا الباراسيتامول، مثلا فيرالغان ولا دوليبران، هذا نستعملوه، هو بتيت الوحيد اللي نجمو نستعملوه يخصو وجع راس واي وجع بكون ولا سخانه ولا ارتفاع درجه الحراره اكها بالنسبه للصغار والكبار. غير الباراسيتامول هذا ما نستعملو حتى اي دواء اخر الا باستشاره الطبيب. وعد اف ام مش بس كلام.